أود أن أشير أن قطاعنا يعمل على إنشاء قطب امتياز للتكوين موجه لمهن الصناعة والمهن المستقبلية. تخصيصاً نعمل على إضفاء للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية للباد مهارات في ميدان هندسة التكوين من أجل القيام بجلب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات الصناعية ووضع برنامج تكوين لكل مؤسسة صناعية مهما كانت صيغتها القانونية تكون ملائمة وتتفاعل مع حاجيات التطور الصناعي.